تدري انك مشارك. طيب طيب امك ما تدري انك امك ما مشارك. تدري انك مشارك. وش وين المشاركه؟ عبد المجيد، عبد المجيد انا بقول لكم شيء، بقول لكم شيء. عبد المجيد، عبد المجيد، عبد المجيد، خلوا صباحياتنا حلوه تكون. ها والله حلوه بس ناقص الفطور. بيجيك فطور خاص بعدين. على فكره ترى، ترى في معلومه انا بعطيكم اياها. ترى فقرتنا هذه فقره صباحيات، ترى راح يكون في ضيوف معنا. طب ندري بس هدي شوي. ايوه غيرك يمكن ما يدري وش اليه فقرتنا صباحيات. هذه بيكون معنا ضيوف وبيكون فيها حوار راح يدار بيننا وبينهم. طبيعي. نستفيد منهم لعبتي ذي. ايه نستفيد منهم ويستفيدون منا وناخذ ونعطي معهم ونسوي على قولتهم وتصير احلى صباحيات. بس اليوم بحكم ان عاد اول يوم نجرب الوضع، ايه فقلنا ان ندخل احنا لحالنا ونجدد العهد في احبتنا اللي والله العظيم اني اشتقنا لهم حقيقه. اشتقنا للواقع وما خلف الشاشات حقيقة. الله. فأنا والله عن نفسي أني أتكلم وأنا جاد أني والله العظيم كل شوق لهم. كل من وكل من وكل وكل من وكل من كله معبهم. قل كذا. ايه فأنا بس أعطيك أعلمكم بس ترى اليوم إحنا براح نكون لحالنا فقط اليوم. ايه. اليوم بتمشى بنركض بوم. ايه بنكون لحالنا لكن من بكرة إن شاء الله الى نهايه البرنامج ان الله ييسر الامر الواحد الى نهايه البرنامج سيكون معنا شخصيات جميله وسيكون معنا ضيوف جميلين وسيكون معنا وسيكون معنا وسيكون معنا ومعليش يمكن ابى اتعدى وتعالى وتعدى وهذا حتى من احببته من يكون ان يعني اسماء احببت انهم يكونوا موجودين معنا راح ان شاء الله نتواصل معهم ونسعى اننا نصلهم ونستضيفهم معنا. نعم. في صباحياتنا بس عشان تعرفون بس الفقرة. بما ان إيه طيب بما ان بستعجل من كلامك بس لو سمحت لك المايك بعد دقيقة تسمح لي؟ بعد دقيقة 60 ثانية احسن اكيد بسمح لك بتجيب فطور. اي صح إيه معك ساعة إيه بما ان عاد ان لحالنا فودنا انا والله بندر لا بندر انا مقابلك يعني قبل عبد المجيد